يا صبايا وشباب يلي حاطط الميكروفون تبعوله ان ميوت حطوا ميوت اذا ما عنده مداخله اذا بتريدوا. تفضلي دموزيل كان عندك سؤال. بس حنشوف الموقف ذات شيء على البروجرام ولا لا؟ هلا مبدئيا نحن ماشيين مثل السنه الماضيه، يعني بروجرام السنه الماضيه، بس مش عم بحكي ككونكور، عم بحكي كشرح. مبدئيا حنمشي هو ذاته اللي شرحناه مرته الماضي، بس هيدا الشيء كمان ببلغكم فيه، بدي اتشاور مع زملائي واي شيء تعديل انا بقول لكم عنه اصلا مباشرة. اوكي اللي عنده كرات سنة الماضي فيه أرنه بيشوف اذا في فرق ولا لا، بس حاليا حنمشي مثل برنامج سنة الماضية، يعني بما معناه لا وصلنا للامتحان الفينال. الكونكور بعدين في له شغلة تانية، شو منشيل شو منترك شو منعمل، بس مبدئيا مثل سنة الماضي حنمشي اذا الله رضي. اوكي طيب، هلا انا بلشت تسجيل، حاشيل الكاميرا، بس كان المفروض انه تعرفوا مين هو هذا الاستاذ اللي عم يشرح لكم. اوكي فحوقف الكاميرا وحنبلش شرح. اوكي الو غو بونجور تو الموند. دونك اون فا بارلي ان بو دو لا ماتيير بي 1105 فرونسي انتيتولي الكتريسيتي ماغنيتيزم اي اوبتيك. دونك cette matière sera divisée en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie électricité et magnétisme qui va compter pour 70% du contenu du cours. Et la deuxième partie, c'est la partie optique. Donc, comment on va arranger la distribution? Alors, bien sûr, le hal, si on a, par exemple, cette semaine, tout l'électricité, tout l'électricité, mais en général, d'une manière générale, on va avoir, حصتين بالاسبوع الكتريسيتي وحصه اوبتيك. اوكي يعني مثلا لاقول مثلا تنين اربعة الكتريسيتي، الخميس اوبتيك. اوكي واذا صار في تعديل بقول لكم مثلا اليوم اوبتيك، انتم بطبيعه الحال عندكم الكورين وما عندكم مشكله تكونوا جاهزين لاي بارتي من الاثنين. هلا اليوم حنحكي عن البارتي الكتريسيتي امانيتيزم، حبلش الشرح فيها، فمشان هيك بدي بلش بالسيلابوس للالكتريسيتي اي ماغنيتيزم. دونك سيت بارتي سورا كومبوزي دو 3 غران اكس. لو برومي اكس سي لاكس الكتروستاتيك كي فا كونتينير لو شابيتر 1 شان الكتريك اي فورس الكتريك. لو شابيتر 2 اون فا ايتوديي لو بوتونسييل الكتريك. لو شابيتر 3 اون فا بارلي دي كوندكتور دي ايزولون بوسيبل دي الكتريك. Dans le chapitre 4, on va parler de condensateur. Donc, ces quatre chapitres rentrent dans le domaine électrostatique, qu'on verra un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire électrostatique. Donc, le deuxième axe, c'est l'axe électrocinétique, c'est-à-dire qu'on a des charges en mouvement. Électrostatique, c'est des charges qui sont statiques, qui ne bougent pas. Donc, dans la deuxième axe, c'est l'électrocinétique, c'est-à-dire les charges en déplacement. Dans ce domaine, on va parler des courants électriques. Le chapitre 6, on va voir les circuits réseaux électriques et leur analyse. Et finalement, le troisième axe, c'est le magnétisme. On va voir dans cet axe-là, le chapitre 7, et c'est le dernier chapitre de la partie électricité, c'est l'induction magnétique. OK ? Allez-y. برجع بذكر اذا بتريدوا الكل يعمل ميوت، والا انا حاضطر اعمل ميوت للكل، وببطل في عنا حصه فيها تداخلات وفيها اسئله واجوبه بتفقد الرونق تبع الحصه. ماشي ما تقطعوني واسمع اصوات شواذ بقلب الحصه لو سمحتوا. عظيم. هلا الباتي اوبتيك بنطلع حتى نبلش بالباتي طيب ليكو، حقول أكثر من هيك. يلي بشوفه، اسمعوني كثير منيح، يلي بشوفه عندي ببين عندي على التابلو انه مفتوح الميكرو عنده وعم يطلع اصوات وما عم يطرح سؤال، انا رح شيله من عندي من الجروب مباشرة، حشيله حاخذ نوت فيه وشيله.
عشان انا كنت واضح معكم عندي 290 تلميذ حاضر، انا على يقين في عندي 250 جايين يتعلموا جديين، وفي كم واحد يلي بدهم يعملوا بارازيت انا حشيلهم. يا جماعة جانا حطوا الميكرو بليز. جانا عساف. لما عم بشرح ما بدي شوف حدا فاتح الميكرو تبعوله. بعدني عم بسمع ضجة بالقاعة. يلا. دونك. La première partie, c'est la partie électrostatique. Donc, comme son nom l'indique, électrostatique, c'est-à-dire électron statique, qui n'est pas en mouvement. Donc, le phénomène électrostatique, il s'intéresse aux phénomènes électriques qui se produisent dans le temps. Donc, je vous donne un exemple. Je mets électrostatique, il y a une accumulation de charges, ok. Mais ces charges ne se déplacent pas dans le milieu. Yani, je vous donne un exemple. J'ai une mastra plastique, ok? Et je frotte la règle contre de la laine. Puis je passe la mastra à la 15T, elle est souffle. Je sais que la laine, il y a beaucoup de charges, un excès de charges. Ça va se faire. Les charges vont se coller sur la règle en plastique. En un milieu donné, il y a un milieu de nous. توجد هو الشارج مطرح ما صار في فروتمون. هلا بما انه لو بلاستيك سي ان ميليو كي ني با كوندكتور دونك سي شارج فون ريستي دون مانيير لوكال لا او جي فروتي حيكونوا موجودين بس ما بيمشوا بقلب الراجل. هيدا بنسميه سي لو فينومين الكتروستاتيك، سي لا بريزونس دو شارج دون ان ماتيريو، مي سي شارج لا نو بوف با سو déplacé dans le matériau. Quel est le niamlo? Et bien, je vais aller le milieu. Matrah manwajado bidalon septine. Ou, mumkin chou, chilo nhaïda le milieu. Yani, ya amma bijo al milieu, ya amma birouhom le milieu. Bas, en aucun cas, ces charges peuvent se déplacer dans le plastique. Donc, exemple, l'adhérence électrostatique est telle que l'attraction des bouts de papier par une règle chargé, مثل ما حكينا حفينا الراجل على اللان اخذنا دي بتي بو دو بابيي. بلاحظ انه سي بو دو بابيي سون اتيري بار لا ريغل. او بيان دوزيام اكزامبل مارشي سور اون موكيت. بتلاحظوا اذا بتروحوا على السوبر ماركت بتاخذوا عربيه مثلا بتمشوا اذا قطعتوا بمطرح في موكيت او شيء، بعد ما تطلعوا من الموكات اذا حطيتوا ايدكم على الحديد شو بتحسوا؟ بتحسوا بكهرباء. ليش؟ عشان عملنا اكيميلاسيون دو شارج، ولما انا احط ايدي على الحديد بكون عم بعمل دي شارج لهالشارج اكيمولي. ان ترويزيام اكزامبل كي يوتيليز لو فينومين الكتروستاتيك سي لي امبريمونت لازر، يلي هن الليزر برينتر يلي انتم عاده تستعملوها. المبدا تبعو الليزر اذا بدنا نحكيه اون دو مينوت، بقلب الليزر برينتر انتم بتعرفوا عندي المحبره هي عباره عن بودر نوار محطوطه بريزرفوار، وفي بقلب البرينتر في عندي طنبور الكتروستاتيك، ما بعرف اللي فاتح البرينتر ليغير الكارتج بشوف في عندي هيك طنبور لونه اخضر مبروم سيلندريك. هيدا الطنبور سي ان طنبور الكتروستاتيك. شو بيصير لما انا مثلا عملت تايبينج على وورد مثلا كبسنا الحرف ا وجيت بدي اعمل امبريمونت، لما ابعت الاورد في عندي ان بوتي لازير تري فان يل ديسين سور لو طنبور، يعني بشرح وبيعمل الحرف ا اوكي دون مانيير. لما يعمل الحرف ا على الطنبور يعني انا شي اكسيتي دي شارج سو لا فورم دو ا. بيجي هيدا الطنبور بيمرق من موجود على مسافه صغيره من المحبره، لما يمرق من فوق المحبره شو بيعمل؟ إلى تير لا بودر، بيعمل اتراكسيون لهيدي البودر. بس وين بيجوا؟ بيجوا بس مطرح ما انا عملت شو جرافور سو لا فورم دو لا لتر ا، يعني صار على الطنبور في عندي شويه بودر سو لا فورم دو ا، بيجي الطنبور على البابيي
بيطبع على البابيه، فشو بيطبع؟ بيطلع بيطبع لا لتر ا. هيدا هو البرنسيب دو المبسط، سي لو برنسيب سامبليفيي دو لامبريمونت لازر. Donc, dans ce domaine, on s'intéresse aux objets chargés et dont les charges sont statiques, donc elles ne bougent pas. Donc, un objet chargé est un objet qui a une charge nette ou bien positive ou négative. De tabiat al-hal, quelqu'un peut savoir que dans la nature, il y a un objet chargé, il est chargé négativement, donc il a excité d'électrons, et il est chargé négativement, positivement à foin, s'il est chargé positivement, c'est-à-dire il a un manque d'électrons. Donc, من حد هلا لما نقول انا ان اوبجي شارجي نيجاتيفمون يعني عنده اكسي ديليكترون، ولما نقول ان اوبجي شارجي بوزيتيفمون يعني الى ان مانك ديليكترون. اوكي، ما عم بحكي لما نقول ان اوبجي شارجي بوزيتيفمون انا ما عم بحكي عن البروتون، عم بحكي يا اما عنده اكسي ديليكترون يا اما الى ان مانك ديليكترون، اي جو ديزيني بار لو مانك ديليكترون une charge positive. Si cet objet il est dit neutre de charge, yani j'ai une égalité entre la charge négative et la charge positive. Ou bima ma'ni, اذا عبرت عن charge positive هني trou يلي نفاد منه الالكترون، لما يكون neutre de charge بيكون كل الكترون قاعد بالترو تبعه. اوكي، دونك une charge positive peut également être comprise ou expliquée par un trou ou bien un manque d'électrons. Est-ce que vous avez des questions? Docteur. لحظة شوي. ايه فقيه. يعني هذا بطلت ما كانت اكسجين. حطوله يا في البنك كبير. رحنا لعند العين اكسجين و70. لما نسأل والله ثلاثة ولا منسأل الثاني. شغل ده ما نعرف شو هو. ايه تفضلي دموزيل. دكتور جاي سجستيون. بوركوا فون فات با ميوت ا بس بدنا نسأل اسئلة. دكتور هيك احلى. ما أنا المشكلة إذا أنا بعمل ميوت للكل بصير كل ما واحد بده يسأل سؤال بدي إجي أعمل له أميوت، عندي 250 واحد، يعني أنا إذا بدي أعمل سكرول لحتى وصل للشخص يلي بده يسأل سؤال بدي ربع ساعة، بدي ضيع وقت. هلا على العموم على العموم الآخر اللي عنده شيء بيسأله. طيب ماشي. C'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de... خليني هلأ هيك وبعدين بعدين بعدين نشوف الوضع كيف بده يصير. طيب. Chapitre 1, donc le premier chapitre de la première partie de l'électricité, c'est la charge, le champ électrique. Donc on va parler du champ électrique, d'où provient le champ électrique. Tout d'abord, avant de parler du champ électrique, on va comprendre qu'est-ce que c'est que la charge électrique. Donc, dans la nature, il y a deux types de charges, comme vous le savez. On a la charge positive et la charge négative. Charge négative, elle est due à un excès d'électrons dans le corps. La charge positive est due à un excès de protons, ou bien plutôt à un excès, à un manque d'électrons. La man ou charge positive, donc la charge positive, ou bien elle provient des protons. Le proton, il ne bouge pas dans la matière, il est fixe. Okay? Il y a un autre type qui représente la charge positive, c'est le manque d'électrons. Yani, ana bitabiyat al-hal, haliyan, la man ana ihki an objet chargé négativement, yani il a un excès d'électrons, la man ihki an un objet chargé négativement, positivement, yani il a un manque d'électrons. Ok? Haydi les photos à Bibelcon, charge positive, yani un manque d'électrons, bel hali tab'it li ana am bishtagil fiha on. Donc, deuxième
propriété de la charge électrique, donc la charge électrique est toujours conservée. On ne peut pas créer la charge. L'électrisation est un transfert de charge d'un corps à l'autre. Troisième propriété de la charge est une grandeur quantifiée. Elle se présente sous forme d'un multiple entier de charges élémentaires. يعني أنا بطبيعة الحال لما نقول إنه la charge élémentaire elle a une quantité de 1,6 par 10 puissance moins 19 coulombs, ok. Si c'est plus, c'est une charge positive. Si c'est moins, c'est une charge négative ou bien un électron. Je m'annette la charge, elle est quantifiée. يعني أنا ما فيني أقول إنه عندي charge d'une valeur de 2 par 10 puissance moins, 10, moins 19 coulombs. Yani, je m'en ai yani, un électron et demi. Là, bah, du coup, un certain nombre entier de charges unitaires. Mais je n'ai que la charge est une grandeur quantifiée. Donc, tel que si je veux calculer le nombre, la quantité de charge totale, ça doit correspondre à un nombre entier de quantité de charge élémentaire, les 1,6 par 10 puissance moins 19. Une autre propriété de la charge, c'est les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signes opposés s'attirent. Elle dit quand même propriété into parfois. Autre propriété, lorsqu'on parle d'une charge ponctuelle, on dit qu'une charge elle est ponctuelle lorsqu'on peut négliger les dimensions du corps. Yani, cette charge, elle est assimilée à un point. Okay? Donc, lorsqu'on dit j'ai une charge ponctuelle, c'est-à-dire je parle d'un point chargé. Okay? Ou bien un objet qui est approximativement un point chargé. Haïda m'en sammi une charge ponctuelle. On va voir ensuite la charge ponctuelle dans haïda chapitre. Alors, s'il ne s'agit pas d'une charge ponctuelle, alors, par exemple, la hal, si elle a une charge ponctuelle, yani ana ma la dimension, yani ana manni ma عندي مشكلة إنه شوف شو هي الدimension تبولها, car il s'agit d'un point. OK? Alors, s'il ne s'agit pas d'une charge ponctuelle, donc un objet chargé, dans ce cas-là, je peux avoir différents types d'objets. Ou bien c'est un objet de volume. Il y a un de volume. Donc, dans ce cas-là, fini ihki an charge totale, parce que même, bdi ihki an chi ismo distribution de charge volumique. OK? Yani, kif mouazza'a hach charge, bi alb el volume la haïda l'objet chargé. Donc, on va définir rho comme étant la densité de charge volumique, hansamia densité de charge volumique. Dans le cas où la distribution est non uniforme, yani, charge manon mouazza'in bittasewi bikill le volume, c'est on dit que la charge totale est égale à intégrale sur le volume de rho, rho est densité de charge volumique, fois dv. Bihaïd al-hale, bitkoun rho, elle n'est pas égale à une constante. Ba'tikoun masal. Iz'ana badehki an densité volumique de l'eau. Check. La densité volumique de l'eau, on a parlé que la densité volumique est égale à 1. Yani, معناتها انا اذا باخذ 1 litre d'eau ou 1 demi-litre d'eau, OK? بزينهم بقسم الرابور تبع الماس على الفوليوم correspondant بيطلع عندي est égal à une constante. مش هيك بنقول انه densité de l'eau est une constante. هون إذا كانت densité de charge volumique مانا constante أنا ملزم حطها بقلب الانتجرال وأعمل انتجرال مع الفوليوم. إذا كانت distribution uniforme يعني موزع الشارج موزعين d'une manière uniforme موزع بالتساوي على كل الفوليوم يعني rho est égal à une constante. لما rho égale constante أنا فين طلعها من الانتجرال بصير في عندي انتجرال rho fois انتجرال de dv يعني rho fois la valeur du volume. Donc, dans le cas où la distribution est uniforme, distribution uniforme, du coup, rho égale Q égale à rho fois V ou bien rho égale à Q sur V. Alors, s'il s'agit d'un autre objet,
objet de surface, يعني مثلا objet de volume, نقول عندي sphère pleine, هذا c'est un objet de volume, أو cylindre plein, هذا c'est un objet de volume. Objet de surface, un plan. Le plan ما عنده volume, عنده surface. بهذه الحالة, on va parler d'une distribution de charge surfacique, حنسميها sigma. Et ça qu'est sigma, elle n'est pas uniforme, نقول Q égale intégrale sur la surface de sigma fois ds. Ou ça qu'est distribution uniforme, يعني sigma égale constante, راح يكون Q égale à sigma fois s. OK, sigma constante تطلع برات الانتغرال, intégrale sur la surface de ds, c'est la surface totale. Dernier type d'objet, c'est un objet de longueur, يعني إذا أنا عندي fil, ما فيني أحكي quelle est la surface du fil, ما هو c'est un fil, c'est un élément de longueur. بهذه الحالة, on va parler d'un objet de longueur, donc on va parler d'une distribution linéaire de charge, راح نسميها lambda, Q égale, dans ce cas, intégrale sur la longueur de lambda dl. Si la distribution est uniforme, يعني lambda égale constante, تطلع برات الانتغرال, بصير عندي Q égale à lambda fois L. OK? هيدي بموضوع شو ممكن يكون عندي الأوبجي شارجي. يا أما بده يكون un point, une charge ponctuelle, يا أما بده يكون un objet عنده dimension معينة, donc, ou bien un objet de longueur, comme un fil, ou bien un objet de surface, ممكن يكون plan, ممكن يكون عبارة عن sphère, surface d'une sphère, من جوا creuse مثلا, هذه c'est une surface, أو un objet de volume, يعني sphère متلاني كلها ياتها من جوا ومن برا, هذا بنعبر عنه بobjet de volume. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? دكتور؟ تفضل. Distribution uniform مثلا بالsurface, كيف يعني للشارج؟ يعني بعطيكم مثل, إذا نحن أنا عندي صف, ماشي؟ صف كبير مربع, وفي كراسي محطوطين بطريقة متوازية, يعني كل كرسي بتبعد عن الثاني بنفس المسافة, أوكي؟ إجوا فاتوا التلاميذ, لما أنا يتوزعوا التلاميذ بطريقة إنه على كل كرسي في طالب, بدون ما يكون في فراغات بين الطلاب, كيف أنا بكون موزعين الطلاب, مش موزعين بطريقة متوازية؟ يعني شو معناتها؟ إذا قسمت الصف بالنص وعديت عدد الطلاب, مش مفروض يطلع نص عدد الإجمالي للطلاب؟ ايه مزبوط عظيم. إذا قسمته على الربع وعديت عدد الطلاب, مش مفروض يكون هيدا بيوازي ربع عدد الطلاب الإجمالي؟ ايه أكيد. هيدي ديستريبيوشن يونيفورم. كيف بتكون نو يونيفورم؟ اذا فاتوا الطلاب على القاعه وقعدوا كتار من ميله وحده وقليل من ميله تانية, بعد الديستريبيوشن يونيفورم, يعني بعد ما اذا قسمت الصف نصين, بعد عدد الطلاب بيوازي نص عدد الطلاب الاجمالي شيء؟ لا اكيد لا. عشان ليش؟ عشان الطلاب منن موزعين بطريقه متوازيه بقلب القاعه. هيدي معناتها الديستريبيوشن يونيفورم. واضحه الفكره؟ انه كيف انا مقسم الصف, اذا بعمل الرابور عدد الطلاب على المساحه اللي انا قسمتها بيكون على طول ايجال اون كونستانت. هيدي معناتها ديستريبيوشن يونيفورم دو سيرفاس. ونفس الشيء بالنسبه للفوليوم, بس الفرق انه هنيك عم بقسم عدد شارج على فوليوم, لما يكون سيرفاس عم بقسم عدد شارج على سيرفاس, او اذا كان عندي اوبجي دو لونجور عم بقسم عدد الشارج على لونجور معين. اوكي دكتور, خلص دكتور. نعم بس تفضل. بس قصدي انه شو كان قصدك بسيجما ولامدا؟ ايه دكتور, إذا كان أوبجي دو فوليوم بدي استخدم الرو يلي هي دنسيتي دو شارج فوليوميك, والأونيتي تبعولها حتكون كولون بار متر كوب. إذا كان أوبجي دو سيرفاس بدي استعمل دنسيتي دو شارج سيرفاسيك يلي حتكون كولون بار متر كاري, وإذا كان أوبجي دو لونجور بدها تكون كولون بار متر, بستعملها لامدا, بسميها لامدا. آه ماشي؟ واضح؟ ماشي دكتور.
يعني فينا نعتبرها كأنها حسب شو الناتور للأوبجي، إذا كان أوبجي دو لونغور أو دو سيرفاس بسميها لامدا أو سيجما أو رو، بس كتسمية بس. واضح واضح، شكرا لك دكتور. واضح دكتور، يعني كأنها كاركترستيك للأوبجي. نعم فينا نعتبرها كأنها كاركترستيك للأوبجي. مش كاركترستيك، هي مش قصة كاركترستيك. أنت إذا أنا عندي طابة مثلاني بدي أعرف هالطابة، شو اللي يعرف الطابة؟ مش الوزن تبعها وشو يعني. إذا عندك أوبجي دو فوليوم بتحكي عن لونجور؟ لا. شو أنتو إذا أنتو عندك خزان ماي بتقول أنا عندي خزان ماي، شو كيف تعرفه؟ ما بتقول بيساع 20 لتر، بتحكي عن فوليوم لإله عشانه سيت أن أوبجي دو فوليوم. ما بتقول عندي خزان ماي بساع 1 متر مثلا. اوكي مش الحال، ما انت دغري اول ما تطلع بالاوبجي بتعرف الخصائص تبعه شو بدها تكون. اذا فيل، فيني احكي انا لو فوليوم دو فيل، كيف لو فوليوم دو فيل؟ ما سي ان اوبجي دو لونغور. صح مزبوط. قصدك بلامدا وسيجما هن كونستون، هن 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 الضغط، هن توزيع الالكترون بالنسبه لهم، هن كميه الشارج اللي موجوده على يا اما فوليوم يا اما سيرفاس يا اما لونجور حسب الناتور دو لوبجي. اوكي اوكي واضح. ماشي دكتور ميرسي. شي مره انت قلت حجم الخيط ولا بتقول طول الخيط؟ طول الخيط. طيب شي مره انت بتقول طول الخزان ولا حجم الخزان؟ حجم الخزان 100%، هذا اللي عم نحكي فيه حسب اي شو انت بعرفه. انا اذا بدي احكي عن ارض، اذا بدي اقول عن شقه، بقول مساحتها ولا الفوليوم تبعها؟ المساحه تبعولها سي بلان، سي كيلك شوز دو بلان، بحكي عن سيرفاس. ماشي الحال، حسب كل اوبجي. شوف هذا اذا اعطيتكم انفيل انفيني، معقوله تحكي عن تستعمل الدنسيتي دو شارج فوليميك مثلا؟ لا. شو بدك تستعمل؟ فوليوم. كيف فوليوم؟ اذا عندي فيل خيط شريط بحكي عن فوليوم ولا بحكي عن لونجور؟ يعني بدي استخدم اللمدة لما بدي احكي عن دنسيتي دو شارج، لاقول كم شارج في بقلب هيدا الفيل، بقول في عندي كذا شارج بار متر، مش بار كذا شارج بار متر كوب. بعدنا بالبداية، شو بكون؟ يلا منبلش بأول لوا. دونك لا بروميير لوا ان الكتروستاتيك سي لا لوا دو كولون. دونك كيس كو سي كو لا لوا دو كولون؟ سي لا لوا فوندامونتال دو لا فورس الكتروستاتيك. يعني عم نحكي لما نقول فورس الكتروستاتيك، سي اون فورس كي اكزيرس انتر دو شارج Q et Q' dans le vide ou dans l'air. À savoir que l'air est assimilé au vide. Mais il y a une remarque très importante. La loi de Coulomb ne s'applique que sur des charges ponctuelles. يعني أنا لطبق الوا دو كولون بدي يكون عندي des charges point. واضح؟ ما فيني طبق الوا دو كولون على objet chargé. بدي يكون عندي charges point ou bien des charges ponctuelles. شو بتقول لي الوا دو كولون؟ إذا عندي دو شارج كيو اي كيو بريم، بغض النظر عن السين تبعهم، اوكي؟ سو سون دو شارج بونكتويل كي سو تروف دون ليسباس. بتقول انه سي دو شارج فون كريي انتر ال اون فورس الكتريك او ابلي اون فورس دو كولون او اون فورس الكتروستاتيك، سموها مثل ما بدكم، تل كو لو مودول دو سيت فورس ايغال ك فوا valeur absolue de Q fois valeur absolue de Q sur R au carré, R étant la distance entre les deux charges. J'ai dit, awal charge petit Q, charge ponctuelle. J'ai dit, j'ai une charge Q prime. Ma oujoudine, à la distance R, ben bardoum. Ma moujarad, ma ykoun, j'ai deux charges, j'ai une force électrique, ou force de Coulomb, ou force électrostatique, comme ma batkoun. شو قيمتها؟ هي ك فوا كيو كيو بريم سور ار او كاري. بما انه الفورس
un module, c'est une grandeur positive, mais c'est une valeur absolue. Qu'est-ce que c'est que la valeur de K? C'est la constante de Coulomb. Oui, Ibaran, 9 par 10 puissance 9 newton mètre carré par Coulomb au carré. C'est la constante de Coulomb. Alors, je vais vous dire que c'est la constante de 1 sur 4 pi epsilon 0. يعني انا اذا بعمل كالكول ل 1 sur 4 pi epsilon 0 بيطلع معي 9 par 10 puissance 9. هلا عم نعمل لها تفصيل من وين جاي هيدي الكا. هي 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 étant la permittivité électrique du vide. OK؟ هي الطاقه الكهربائيه للفيد يلي قيمتها 8,8 par 10 puissance moins 12 كولون au carré sur newton par mètre au carré. Donc, K, nahfaza, nistamela bil formule, ou ba'den, bil mustaqbal, rah nahtaj kamen, nkoun hafzin la valeur de epsilon 0, ou akid, bi tabiyat al hal, relation entre K et epsilon 0, matloub. Alors, au niveau du module de la force, eza badna nahke au niveau du vecteur, au niveau vectoriel, المبدا بيقول انه اذا كان عندي q اي q بريم سون دو سيني اوبوزي يعني وحده شارج بوزيتيف وحده شارج نيجاتيف بده يصير في عندي بين بعضهم اون فورس اتراكتيف ليش عشان المنطق وبتعرفوا انتم انه دو شارج دو سيني اوبوزي ساتير يعني شو حيصير في عندي حيصير عندي انه الQ راح تخلق فورس على الQ بريم حسميها F exercé par Q sur Q prime اوكي وبنفس الوقت الQ prime راح تخلق فورس على الQ appelé F exercé par Q prime sur Q كيف الاورينتاسيون تبعولون اكيد اتراكسيون يعني الفورس جايين على بعض لجوا مثل ما مرسومين هون هيدي اتراكسيون اوكي هول دو فورس الكاركترستيك تبعولون اذا قارنهم ببعضهم حيكون عندهم نفس الموديول اللي هو ك ك ك بريم سور ار او كاري حيكونوا دو ميم ديريكسيون مي دو سونس اوبوزي اتراكتيف شايفينهم مثل ما رسموهم هلا اذا كانوا دو شارج دو ميم سين يعني يا اما اثنيناتهم نيجاتيف يا اما اثنيناتهم بوزيتيف ما راح يفرق شيء بالموديول للفورس عشان هيدي quel que soit, en valeur absolue, donc quel que soit le signe de Q et quel que soit le signe de Q', bah, on est un des vectoriellement parlant, les forces sont des forces répulsives, la barra, Q exerce sur Q' une force répulsive appelée F exercée par Q sur Q', on est pas tout à rendre, peut-être qu'on Q sur Q', ok, une absolue Q' exerce une force sur Q appelée F Q' sur Q. Kamen Nafsichi, ce sont deux forces collinéaires, mais de sens opposé vers l'extérieur. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Docteur. On a assez lâché. Docteur. Non. بس ما فهمت شو كنت عم تقول انه اخذينا فالور ابسولي الفورس عشان الموديل دون فورس لما نقول انا فيني اقول عندي فورس دو موان دو نيوتن شيء لا فبده يكون بوزيتيف فمشان هيك اجباري انا اخذهم هون الكيو والكيو بريم اون فالور ابسولي ولا بتطلع الفورس نيجاتيف اي سا نا با دو سونس لو موديل دون فورس اي توجور بوزيتيف فمشان هيك بدي اخذ الكيو والكيو بريم اون فالور ابسولي واضح Ok, merci. Allez. On passe maintenant au principe de superposition. Aïda, Zakien a des cas à charge ponctuelles, Q1, Q2, Q3, Q4, à la grappe de Nazar, positif ou négatif. Ok. Fini ou non, Zabed Dijibel, force totale exercée sur la charge Q1, il y a une charge Q1, la chou à m'tourda, la aïa force à m'tourda. بدي اعمل البرانسيب دو سوبر بوزيسيون يعني بدي اقول الكيو 2
عم تخلق فورس على الكيو 1 appelé F1-2. الQ3 عم تخلق فورس أو F2-1 إذا بتكون exercé par 2 sur 1 F2-1. الQ3 رح تخلق كمان فورس على الQ1 appelé F3-1. الQ4 كمان عم تخلق فورس على الQ1 رح سميها F4-1. فالفورس توتال exercé sur Q1 هي F1 إذا بتكون هي la somme vectorielle de F2-1 plus F3-1 plus F4-1. هيدي مش معناتها انه على الشارج الباقيين ما في فورس، اكيد في فورس، بس نحن اعطينا هلا الاهتمام على الـ Q1. هلا اذا انا بقول لكم شو هي الفورس توتال اكزرسي سور Q2، مين عم يخلق فورس على الـ Q2؟ الـ Q1 عم تخلق فورس على الـ Q2، شو بسميها F1-2 اذا بتكون. الـ Q3 عم تخلق فورس على الـ Q2، رح سميها F3-2. والكيو 4 رح تخلق فورس على الكيو 2 رح سميها اف 4 2 فبيطلع عندي الاف 2 هو صوم 2 3 فورس اتسترا. هذا الشيء بيتطبق على بقيه الشارج. اوكي بدنا نفهم شغله، مش معناتها اذا انا طالب منكم بس تجيبوا لي الفورس توتال على الكيو 1 يعني معناتها ما في فورس على الكيو 2 وعلى الكيو 3 وعلى الكيو 4، في فورس بس انا شو وين اهتمامي على الكيو 1. اوكي هذا الشيء اللي نحن بدنا ننتبه له كثير منيح. اوكي اسكو فوز افي دي كيسيون. قبل ما فوت بالابلكيشن رح افتح الكاميرا عندي، هيدي الكاميرا بدكم تتعودوا عليها، من خلالها انا بشرح لكم وببين عندكم. بدي اعمل انا هون بدي افتح اون بيتيت بارونتيز وبدي اعمل رابيل sur la notion vectorielle. واضحة الصورة عندكم ولا لا؟ طيب. وي دكتور واضح. عظيم. طيب. أنا بالنسبة لي بدي أعرف شو هو الفيكتور. دونك كيسكو سي كان فيكتور؟ بطبيعة الحال لما نحكي عن فيكتور يعني أنا بدي أحكي بروبير. خلينا نحكي بال ريبير بي ديمونسيونال اكس ايغريك. اذا انا قلت في عندي فيكتور، اول شيء الفيكتور شو هو؟ هو عباره عن لونجور معينه. اوكي دكتور بتمشي الحال؟ نعم الصوره ما واضحه، بتغوش بترجع بتيجي بتغوش بتيجي. ما بيأثر بس بالنهايه بتوضح عندكم. بتوضح. إذا أنا عبرت عن فيكتور V، لما أنا أعبر عن فيكتور V يعني بطبيعة الحال الفيكتور شو في عنده؟ شو عنده خصائص؟ عنده longueur، عنده direction، وعنده sens. ثلاث خصائص بتعرف على الفيكتور: longueur للفيكتور، direction تبعوله، والsens. هيدا الفيكتور بكل بساطة فيني عبر عنه dans un repère bidimensionnel انه عنده دو كوردوني VX VY. كيف انا هول ال VX VY بحصل عليهم؟ بيجي بعمل projection للنقطتين تبعول الفيكتور، هيدي رح تعطيني VX. ليش حطيت هيدا السهم؟ هيدا منه فيكتور، حطيت هيدا السهم عشان انا عم بقرا ال VX dans le sens positif des X positif، مشان هيك حيطلع عندي هون بحالتي هون حيطلع VX positif. اوكي وبعمل projection على ال Y للفيكتور وراح يطلع عندي coordonnées VY، وهون بحسب الرسمة، ما أنا لما أعمل projection مش عم بق أول نقطة تحت وآخر نقطة فوق، يعني بدي أقرأ من تحت لفوق، يعني dans le sens des Y positif، فكمان هون ال VY رح تطلع شو؟ positif. هلأ في ناس ممكن يشوفوها بطريقة تانية، إنه بيجي بعمل هيدا الفيكتور إلي بالحق أعمل له translation ليبلش من الأوريجين، يعني صار فيني كمان أقول إنه هيدا هو الفيكتور V
بدل ما يبلش من البوان A وينتهي من البوان B في يبلش من البوان O وينتهي بالبوان M. يعني أنا مبدئياً أي فيكتور معمل له ترانسلاسيون من A B هو فيكتور بيساوي شو ال V. يعني أنا هون الفيكتور O M هو بيساوي فعلياً الفيكتور V. الكوردوني تبعوله مشان تفهموا البروجيكسيون أكثر نعمل بروجيكسيون لهيدا البوان عشان البوان O il est déjà projeté selon X et selon Y. بيطلع عندي VX وبعمل بروجيكسيون من هون بيطلع عندي VY. هلا ال VX كيف عم بقراها؟ من O لهيدي النقطة donc c'est positif, من O لهيدي النقطة donc كمان c'est positif. Donc هيدا النوسيون فيكتوريال il est vu sous cette manière. هيدي بنسميها representation cartésienne. هلا le vecteur il est vu d'une autre manière بطريقه ثانيه هو انه بيساوي المودول دو في يعني اللونغور لهيدي الديستانس اللي هون المودول ملتيبليه بار اون فاز الفا او دوغري اذا بدكم شو هي الالفا الالفا هي الانجل كو في لاكس دي اكس avec ce vecteur. يعني أنا صار في عندي طريقتين لحتى أعبر عن vecteur. يا أما d'une manière cartésienne عنده coordonnées selon X coordonnées selon Y. يا أما d'une manière polaire يعني عنده مودول وفاز. هيدي الفاز هي شو؟ هي عبارة عن الانجل que fait l'axe des X avec le vecteur. وهول اتنينيتهم بيودوا لبعضهم. كيف؟ أنا لما بدي أقول الموديول دو في من خلال ريبير كارتيزيان شو هو الموديول دو في هو راسين كاري دو في إكس أو كاري بلس في إغريك أو كاري إذا أنا بدي انتقل من الريبريزونتاسيون كارتيزيان للريبريزونتاسيون بولير إذا أنا بدي جيب الأنجل ألفا ألفا إت أوبتونو تيل كو تانجنت ألفا est égal à VY sur VX. Michel Hall, il y a l'ordonnée à l'abscisse. L'ordonnée à l'abscisse, c'est une chose tangente alpha. Donc, pour trouver la valeur de alpha, il suffit de faire arc tangente alpha. Il y a une bêtabille à l'hall, من خلال هذه النوسيون فيني طلع النوسيون كارتيزيان ومن خلال النوسيون كارتيزيان فيني طلع النوسيون بولير هذه بموضوع كومون اون ديفيني ان فيكتور هلا اذا انا بدي اخذ فيكتور في كي ريبريزونت لا سوم دو دو فيكتور في 1 بلس في 2 كيف بدي اعمل اديسيون فيكتوريال بدي بطبيعه الحال جيب الكوردوني للفي 1 أدي عنده كوردوني للفي 1 عنده في 1 اكس في 1 يغريك لنفترض بدي جيب الكوردوني للفي 2 يلي عنده في 2 اكس في 2 يغريك وقول انه الفي فيكتور حيكون عنده كوردوني جاديسيون لي زابسيس اي جاديسيون لي زوردوني يعني عنده حيكون كوردوني سولو اكس في 1 اكس بلس V de X, هذا selon X, selon Y, V1Y plus V2Y. OK? بهذه الطريقة شو عملت؟ لقيت الكوردوني للسوم فيكتوريال. مش بيجي بجمع الموديول لهيدا زائد الموديول لهيدا، لا. بدنا نعمل اديسيون فيكتوريال. لحد هون ماشي حالكم؟ هدول قصص انتو شايفينها بس عم برجع بعمل رابيل لحتى ما تسألوني اسئلة عن الفيكتور بعدين دكتور اخر شي شو عملت؟ عملت اديسيون فيكتوريال دو في 1 بلس في 2 جمعت الابسيس مع الابسيس بيعطيني الابسيس دو في والاردوني مع الاردوني بيعطيني الاردوني دو في بس وينهم على الرسم الـ V1 والـ V2؟ ما رسمتهم عبتقلنا نوسيون جنرال إذا بدنا نجيب هلا
إذا بدي أرسمهم، إذا افترضنا هيدا V1 وهيدا V2 مش هيك؟ فعليا جيومتريكمون بارلون كيف بيطلع V1 plus V2؟ بدي كمل الباراليلوغرام، يعني بيجي من هون بعمل الباراليل على V2 ومن هون بعمل الباراليل على V1 أوكي؟ وبيطلع عندي إنه هيدا اللي هون هو فعليا الفيكتور اديسيون فيكتور في. هيدي دون مانيير شيماتيك عملت الاديسيون دي دو فيكتور. اذا بدي اعمل له كالكول لهيدا الفي بدي يكون عارف الكوردوني للفي 1 عارف الكوردوني للفي 2 بجمعهم مع بعضهم وبيطلع عندي الكوردوني دو في. ماشي الحال؟ طيب دكتور دكتور نعم. بس منجمع ال V1X والV2X كفيكتور صح مش كموديول. ال V1X والV2X هن منن فيكتور، هن كوردوني ممكن يكونوا بوزيتيف ونيجاتيف. اوكي صح، ساعتها ببينوا معنا من البوزيتيف 100%. يعني اذا كان عندي الفيكتور V1 عنده 1 2 والV2 عنده موان 3 4 بجمع الـ 1 مع الـ 3 وبرجع بجمع الـ 2 مع الـ 4 وبيطلع عندي الـ coordonnée de V. ولما يطلع عندي الـ coordonnée de V فيني جيب الـ longueur، فيني جيب الـ angle que fait l'axe des X avec le vecteur. أوكي يلا خلينا ننتقل خلص. إذا بتريدوا بتحضرون بعدين، انا عم بحكي بقصص بديهيات هول، يعني انا ماني ملزم اعمل رابيل على النوسيون فيكتوريال. ننتقل لا ما هيك دكتور هتبعت عم تكتبوا ولا بدنا نكتب؟ لا بتكتبون انتو هول. دونك دون ان روبير اورتونومي اكس واي مش الحال، لنفترض انه انا عندي فيكتور V هيك ماشي الحال. انا بطبيعة الحال بدي اجيب الكوردوني للV، لجيب الكوردوني للV بدي اعمل بروجيكسيون للV على الX، هذا رح يطلع عندي الVX، واعمل بروجيكسيون للV على الY ورح يطلع عندي VY. ماشي الحال. هلا في عندي دو ميثود، عندي الميثود جيومتريك. شو معناتها ميثود جيومتريك؟ يعني انا بيجي بشتغل بقلب تريونج ماشي، لافترض انا هذا الانجل كلياته هو الانجل الفا اوكي، وهذا الانجل اللي هون بدي سميه بيتا. اذا انا بدي اشتغل بالميثود جيومتريك ماشي الحال، شو بدي اقول؟ بدي اخذ هيدا التريونج، انا بعرف بقلب هيدا التريونج لحتى اجيب هيدي المسافه اللي هون يلي انا سميتها في اكس اوكي، شو بتساوي؟ شو بدي اعمل؟ بدي اشتغل على الكوسينوس مش هيك؟ بدي اقول انه كوسينوس بيتا، شو بيساوي الكوسينوس بيتا؟ هو الادجاسون في اكس على الايبوتينيس يلي هو الموديل دو في. اذا اعتبرت هيدي اللونجور كلها هي شو؟ موديل دو في. يعني شو صارت الفي اكس؟ هي في فوا كوسينوس بيتا يا لونجور، هيدي اللونجور جيومتريك مش الحال؟ يعني انا هون عم بحكي جروندور جيومتريك، ما حددت سين. اذا انا بدي اجيب الفي ايجراج، لجيب الفي جراج يعني انا عم بحكي عن هيدي اللي هون ماشي الحال. يا اما باخذ هيدا الانجل اللي هون وبشتغل كوسينوس، يا اما بقول انه سينوس بيتا، عم نحكي جيومتريكمون بارلون يعني كل شيء هلا حيطلع معي هو شو؟ فالور بوزيتيف. سينوس بيتا شو بتساوي؟ هي الاوبوزي اللي هي الفي جراج سور في، يعني معناتها انه الفي جراج اتيغال ا في فوا سينوس بيتا. هيدي الفي اكس وهيدي الفي ايجريك، خليني سميهم اون فالور ابسولو.
ماشي الحال؟ عشان سي دي غروندور بوزيتيف. هلا اذا بدي اكتب انا الفيكتور في الكاركترستيك تبعوله بيجي بتطلع هيدي البروجيكسيون وين؟ سولون لي اكس بوزيتيف ولا سولون لي اكس نيجاتيف؟ نيجاتيف. فشو حيكون عندك الدوني؟ موان في كوسينوس بيتا زدت الموان بحسب انه مبين لي انه البروجيكسيون الي سولون لي اكس نيجاتيف، فمشان هيك زدت الموان. اوكي، بينما البروجيكسيون سولون اي موجوده على الاورينتاسيون، موجوده على البارتي بوزيتيف دو اي، فمشان هيك حط بلس في سينوس بيتا. هيدي بنسميها الميثود جيومتريك. اوكي، يعني بالميثود جيومتريك بعمل كالكول كوسينوس وسينوس بقلب تريانج، وبعد ما اجيب الجروندور يلي حيطلع بوزيتيف بتحدد اذا بلس او موان حسب وين عم تكون البروجيكسيون، بالبارتي نيجاتيف او بالبارتي بوزيتيف. الميثود الثانيه هي الميثود تريغونومتريك. هوني انا ما بدي اهتم بالبتا، بدي اهتم بانجل واحد فقط لا غير، هو الانجل يلي بينطلق من الاورينتاسيون بوزيتيف للاكس جوسكو فيكتور يلي بحالتي اسمه شو؟ الفا. وهون على العميانه، على العميانه بقول انه الكوردوني دو في هو في فوا كوسينوس الفا، البروجيكسيون على الاكس هي كوسينوس، وعلى الايغريك عندي في فوا سينوس الفا. شو الفرق بين هيدي وهيدي؟ الفرق بين هيدي الميثود وهيدي الميثود انه السين موا وين موجود؟ حيكون موجود بقلب الالفا. واضح؟ لما اعمل كالكول انا للكوسينوس الفا راح يطلع يظهر عندي الفالور موا يلي هي موجوده هون، وبينما لما اعمل انا سينوس الفا ما حيبين عندي في موا، حيبين شو؟ بلس. انتم بتعرفوا انه سينوس دان كوسينوس دان انجل سوبيريور à pi sur 2 et inférieur à moins pi، يعني اي point هون الكوسينوس تبعه حيكون نيجاتيف، بينما اذا باخذ السينوس تبع point موجود هون حيكون بوزيتيف. وضحت الفكره؟ يعني انا بالميثود تريغونومتري لو سين موان اي كونتينو دون لا فالور دو كوسينوس الفا. هلا اذا بدكم نحن فينا نعمل ديفلوبمون انه كوسينوس الفا ايتيغال ا كوسينوس دو بي موان بيتا، وكوسينوس دو بي موان بيتا ايغال ا موان كوسينوس بيتا. شفتوا وين ظهر السين موان هون؟ بيكون موجود من ضمن الكوسينوس اذا عم بستعمل الميثود تريغونومتري. هون بدي اخذ الانجل من الاورينتاسيون بوزيتيف للاكس دي زيك جوسكو فيكتور في. اوكي، انا هيدا اللي اكثر شيء ممكن احكيه صراحه على النوسيون فيكتوريال. عندكم اسئله شيء؟ يلا حترك لكم اياها دقيقه بس مشان تكتبوها. هو المفروض انتم قاعدين وتكونوا عم تاخذوا نوت كمان. دكتور فيك تبرم على الصفحة الثانية؟ هلا على جميع الأحوال، ما أنتم هيدي عندكم إياها فيديو، ما هيدي عندكم إياها فيديو عم تتسجل، يعني أنا فيني حط الفيديو وقف على الصورة وانقلها، يعني ما بدناش نضيع وقتنا بهذا الموضوع. أوكي؟ فيكم ترجعوا الفيديو وتوقفوها على الصورة وتنقلوها، ما في مشكلة يعني. عظيم. Si tout va bien, on passe à une première application. بهيدي الابليكاسيون شو في عندي؟ عندي 4 points A, B, C et M forme un carré de côté A. Donc A, B, C et M forme un carré. Je place une charge ponctuelle sur chaque point. يعني على البوان A حطينا شارج بونكتويل دون فالور دو بلوس كو،
على البوان B حطينا شارج بونكتويل دون فالور دو موان Q. على البوان C حطينا شارج بونكتويل دون فالور دو بلوس Q. وعلى البوان M حطينا شارج بونكتويل دون فالور دو بلوس دو Q. هيدي الانونسي. ما تقولوا لي ليش هون حطينا بلوس. هيدي الانونسي. اعطيني اكزرفيس. هون حط بلوس. هون حط موان. هون حط بلوس. هون حط بلوس دو Q. اوكي؟ هون بدكم تنتبهوا افيك فالور نوميريك دو A ايجال à 10 سم. Valeur numérique de Q égale à 1 microcoulomb. On peut dire que le micro est 10 à la puissance moins 6. La question est, calculer la force électrique F agissant sur la charge de Q. Alors, si la force à la 2Q, quand on a atteint la force à la 2Q, on a dit que je ne sais pas ce qui va se passer الشارج اللي موجودة بالC وما بيهمني شو عم بيصير على الشارج اللي موجودة بالB وما بيهمني شو عم بيصير على الشارج اللي موجودة بالA. اهتمامي كل وين بده يكون على الشارج en M. ببين معي انه la charge QC إذا بدكم نسميها QC exerce sur la charge QM une force سميناها F exercée par C sur M. Elle est répulsive vers le bas. ليش؟ عشان نو سوسون دو شارج بوزيتيف دو ميم سين. بين الشارج اون بي والشارج اون ام عندي فورس اتراكتيف. ليش؟ عشان سوسون دو شارج دو سين اوبوزي. كيف بدها تكون الفورس اللي موجوده على الشارج او بوان ام؟ حسميها اف بي ام اورينتي اتراكتيف. واضح اتراكتيف يعني رايحه تجاهها. اوكي؟ حسميها اف بي ام. Elle est dans ce sens-là, نجمع B مع M, ou بتكون selon cette direction et le sens attractif. بينما charge en A ou charge en M, charge en A راح تخلق force à la charge en M, appelée FAM, elle est répulsive. يعني finalement, كم force موجود à la charge en M, في عندي ثلاثة force, FAM, FCM et FBM. Pour trouver la force totale F, il suffit de faire l'addition de ces trois forces, donc F égale FAM plus FBM plus FCM. Alors, بطبيعة الحال, je vais faire l'addition vectorielle. Je prends le module qui est le seul منهم et je fais la projection à l'X ou à l'Y. Donc, FAM, selon la loi de Coulomb, OK, je vais faire, c'est K fois, alors, c'est clair que FAM ou F, CM بيساوي بعضهم. ليش؟ عشان هون عندي بلس Q بلس 2Q وبالمقلب الثاني بلس Q بلس 2Q والاثنيناتهم elles sont distantes de A. فFAM égale FCM égale à K fois Q en valeur absolue fois 2Q en valeur absolue. فبيطلع عندي K fois 2Q carré sur la distance qui les sépare au carré, يعني sur A au carré. هون بدنا ننتبه للسيستم انترناسيونال، يعني الكيو بدها تكون بالكولون والديستانس A اون متر، فمشان هيك حطيت K 9 بار 10 بيسانس 9 فوا 2 فوا الفالور دو كيو هي 1 ميكرو كولون، دونك 10 على بيسانس موان 6 لحولها لكولون او كاري، ديفيزي بار لا ديستانس او كاري يعني 10 نص سنتيمتر للمتر بدي اضرب ب 10 على بيسانس موان 2 وبما انهم او كاري برفعها او كاري. اوكي؟ فهيدي بيطلع عندي الفالور دو اف ام ايجال اف سي ام. بالنسبه للاف بي ام شو عندي؟ عندي اتراكسيون انتر دو شارج موان كيو اي بلوس دو كيو، يعني كا فوا فالور ابسولو دو موان كيو فوا دو كيو بيطلع عندي كا دو كيو او كاري. هلا الديستانس انتر بي اي ام هي الدياغونال دو كاري اللي هي ا راسين دو 2. بدي احط A راسين دو 2 او كاري بس بدها تكون اون متر. فمشان هيك هون في عندي غلط. لا ما في غلط ابدا، عشان راسين دو 2 او كاري بتطلع 2 بتروح مع 2 اللي فوق، فبضل في عندي 10 بار 10 بيسانس موان 2 يلي هي الفالور دو A اون متر 2 او كاري. اوكي؟ فبيطلع عندي موديول دو اف ام ايجال 1.8 ايجال اف سي ام، موديول دو اف بي ام ايجال 0.9. اوكي؟ هلا اذا بدي اجيب الكوردوني اف ام، واضح انه عندها كوردوني على الاكس ما عندها كوردوني على الاي،
والكوردوني على الإكس هي اللونجور كلها ياتها تبعيتها 1.80. اف سي ام عندها كوردوني على الإجراج نيجاتيف ما عندها كوردوني على الإكس فبتساوي 0.1.8 سلون إجراج. الاف بي ام هون الاف بي ام إذا بتلاحظوا عندها على الإكس كوردوني نيجاتيف وعلى الإجراج كوردوني بوزيتيف. كيف بدي جيبون؟ من خلال هيدا التريونج. إذا أخذنا هيدا التريونج ليون استعملنا الميثود جيومتريك عندي أنجل 45 تحت أنجل 45 فوق يعني بدي أعمل موان 0.9 في الموديول تبعها فوا كوسينوس 45 أوكي بلوس 0.9 عشان سلون لزي غريك بوزيتيف فوا سينوس 45 إيغال آر سين دو 2 سور 2 أوكي. بجمع كل الكوردوني الأبسيس كلهم مع بعضهم بجمعهم بجمع كل الأردوني مع بعضهم وبيطلع عندي شو بيطلع عندي الفيكتور فورس كوردوني دو فيكتور فورس اف كي تيغال ا اللي موجودين هون. اذا بدي اعمل الموديل دو اف نورم دو اف باخد راسين كاري للاكس او كاري بلس واي او كاري بيطلع عندي موديل دو اف ايغال 1.645 نيوتن. ماشي الحال؟ وي دكتور تمام دكتور واضح هذا الاكزرسيس ولا لا؟ اه واضح. طيب انا كبدايه ما بدي اطول عليك اكثر من هيك. هلا عاده نحن حنعطي الحصه تقريبا ساعه وثلث ساعه و25 دقيقه يعني تقريبا اوكي. اول حصه ما بدي اطول عليكم. الحصة الجاية رح نكمل من عند الشون إلكتريك يعني بعدنا باللسون نميرو 1 أوكي؟ Est-ce que vous avez des questions؟ الدكتور أنا عندي سؤال صغير هاني كيف بالآخر بنعرف كيف الاتجاه تبع الأف يعني هي كيف بتروح؟ ليك؟ إذا أنا عندي هذه شارج وهذه شارج موا الديركسيون هي بحسب بدي أعمل بدي أوصل اعمل لين بين هول الدو شارج هاد الديستانس ار بيناتهم. انت برايك هول الاثنين شو حيعملوا؟ حيبعدوا عن بعضهم ولا حيقربوا على بعضهم؟ حيقربوا على بعض. كيف بيقربوا على بعضهم؟ بهيدي الطريقه هيدي عم تخضع لفورس وهيدي عم تخضع لنفس الفورس بس اوبوزي سميناهم دو فورس اتراكتيف. فشو بيعملوا؟ لما هول الدو فورس حطهم اذا بدي مشيهم هول اثنين كيف مشيهم؟ مشيهم هيك شيء؟ لا بالعكس. كيف بدهم يمشوا هول بحسب الفورس اللي حاططهم؟ مش رح يمشوا هيك؟ باتجاه بعض. ما انا من البدايه سالتك كيف بدهم يمشوا يقربوا من بعضهم. ليقربوا من بعضهم اكيد ما حيكون في عندي فورس من هون وفورس من هون. بده يكونوا دو فورس موجهين على بعضهم لجوا. واضح؟ لحتى يقدروا يقربوا من بعضهم. ماشي؟ دوتر كيستيون؟ حدا عنده اسئله ثاني شيء؟ دكتور بس بليز كيف تحط لنا السلايدات تبع اف على فين؟ حنزل حابعث لكم اياهم كل شيء موجود بي دي اف حابعث لكم اياه قلت لكم اول الحصه. اوكي ماشي الحال؟ دكتور نعم بس عندي سؤال صغير اذا بتريد. تفضل. بالنسبه للالكتروستاتيك ايه